تفضل يا مساعد من الدمام. السلام عليك يا شيخ صالح. مو السلام يا شيخ صالح، اني احبك بالله. قصر التلفزيون شوي من عندك يا مساعد. ان شاء الله طال عمرك. قصر التلفزيون لان في ارتداد عندنا. ان شاء الله طال عمرك. تفضل يا شيخ صالح. انا سؤالي طال عمرك من صوب الله سبحانه وتعالى، واني خايف ان وبالجواب من عندك اللي ينجيني من عذاب الله. انا رجاني توفى جدي وورث عياله، وعقب من لحقوه عياله وجو عياله اللي وراه وتوفى ولا وزع الحلال، والحين عاد بقى منه العيال اثنين، وعيال عيالهم يصيرون امامهم اللي هم بهاتي، فمن اللي يكون له الحق منهم طال عمرك؟ والله هذا تراجع المحكمة، حصر إرث، يظهر حصر إرث في الورثة وتمشي على الصك، حصر الإرث. نعم طيب.